السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بلال، مدينة أشبيلية، في قصر المعتمد ابن عباد في مدينة أشبيلية. وهذا الفناء الجميل الذي ينسب إلى قصر المعتمد ابن عباد، والذي يقول بأنه هذا القصر من صنع النصارى، وأنه يعني جميع أركان القصر يعني قد تغيرت، لأنه عاش في هذا القصر يعني ملوك النصارى بعد سقوط مدينة أشبيلية. نقول له لا، على الأقل نستطيع أن نؤكد لكم بأنه هذا الفناء أو الحوش لم يزل على حاله، ويرجع لحقبة المسلمين في الأندلس، لقصر المعتمد ابن عباد، أو كان يلقب بقصر المبارك أو قصر المورق. تحيات مدينة أشبيلية والسلام عليكم.